بدون تفكير انا مع قانون جازر للممارسات المخله كهذه، لان انا اعتقد ان القانون هو الجازر الوحيد الذي يكرس الممارسات الحضاريه لدى المواطنين المغاربه، ونحن في حاجه الى هذا القانون، خاصه لانه يسيء الى منظر المدينه والى صوره المغربي كمواطن متحضر بين جميع الشعوب الاخرى. خصو يفرضوا عليه العقوبه. عرفتي علاش هذوك الناس ينوضوا بكري وتيخدموا وتنخصنا نقدروهم، خصنا نتهلاو فيهم، خصنا نتهلاو فيهم، معقول خصنا نتهلاو فيهم، تينوض بكري وتيضرب التماره وتيبقى يشطب في ديك الخمسه د الصباح، في الخمسه د الصباح تيشطب، خصنا نتهلاو فيهم. لا انا مع هذا القانون هذا، حيت الواحد اللي كنقي الا كان نقى راسو ينقى حتى المجتمع ديالو، يعني ضروري خصنا يكون شي قانون اللي كيعاقب على هذا الظاهرة. طبعا حيت الواحد ماشي خصو يكون هو مقتنع بواحد الفكرة باش المجتمع كامل يكون مقتنع بها، فهمتي؟ كنظن بأن العقوبات شوية صعيبة، لأن باش تطبق هاد المسائل خص تكون توعية هي الأولى، لازم يوعي واحد، يوعي واحد تيوصل لواحد المستوى عاد يمكننا نديروا هاد القضية ديال العقوبات ضد العقوبات. العقوبات باش تساريها مع هاد الناس هادو شوية قاصحة. دونك خص توعية تنشروا المناشير باش الناس تكون على علم اش غادي يوقع من بعد، يعني تعطيه واحد المسافة باش الناس توعى، وديك الساعات ملي توعى شي شوية يمكن نديروا هاد المخالفة تطبق على الناس اللي كيديروا هاد الشيء هذا، ولا كان خص الكبار ينهيو الصغار بريميرمون، ها باش نوصلوا لذاك المستوى. يعني إذا لقى واحد لا حس بالزرقاء يعيط عليه يقول له هادشي ما خصوش يدار، يا انسيت سويت قدو نترباو على ديديكاسيون بحال قطع ديال الطريق، يعني تقطع من اي بلاصه راه ما يمكنش. دونك راه الناس كتعلم شويه بشويه، على ما كنشوف انا مثلا الشمال شويه مقدمين على هاد النواحي هادي، تنتمنى الله من هنا قدام الامور تيسر. أنا مع القانون، مع إنسان اللي خصو يكون مغربي وحر في المستوى ديال المغاربة يمشي يلقي في الشارع ويحترم الآخرين، بينما معنا الأجانب ومعنا الناس خصنا نعطيو مثال بالبلاد ديالنا ونقدموا البلاد ونقعدوا روسنا. واش حنا العام اللي جاي سيبنا كيقول لنا الناس دير 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 دير، شي راه باين شنو يدير؟ واحد الحاجة راه كاين لا كوبيل، كاين الشارع، كاين هذا، كاين حاجة ما نقدرش كاع نشوف موريا ونشوف قدام، ما نقدرش ندير شي حاجة اللي ما كترضيش نفسي أنا، عاد نشوف الآخرين. تفرض العقوبة على هاد الناس اللي تيلوحوا الزبال في الشارع، وخصنا نتمنى يعاونونا في تنظيف الشوارع. مثلا بحال دابا مثلا هاد الناس ديال المقاهي وهذا الشيء تيشطبوا تيخرجوا لنا الزبال على الراس، اللي شطبوا تيعاودوا يكحزوا ويرميوها لنا للشارع. تنتمنى هما يساعدونا، هذوك الناس ديال المقاهي وديال المولين الحوانت اللي تيبيعوا مولين التجارات، هما راه تيهزوا الميكات تيسالوا من داك الحيوانات ديالهم وتيحطوهم لنا في الزنقه، ما تيديهمش للمكان ديالهم. بغينا حنا الشعب يعاوننا وكلشي، المواطن كاع اي مواطن يعاوننا باش تنظيف في المدينه، باش تسمى مدينه الانوار. يوعاو التوعيه تكون توعيه، حتى التوعيه تكون بحال هاد البرامج هادو، بحال كيبقى يديروا في التلفازه يداولوهم ديما، مشى مره في العام، كل مره تلحق مثلا هذاك ديال البحر، النظافه ديال البحر تتوصل عاد تيبقى هذيك، خصها تكون ديما النظافه. اما النظافه مسكره يمكن كيديروا لك شي اللي واجب عليهم، انا كنشوف انه تيقوموا بالشغل ديالهم، وين خص عاود البيبليك يكون يعني الناس تكون في المستوى ديال هذوك الناس، ماشي انا نجمع الزبل وانت تلحو مورايا. واش فهمتي اش بغيت نقول؟ هذا هو المعقول. كنشكرهم بزاف يعني كيساهموا في النظافه ديال البلاد ديالنا، وهذا يستحقون كل الاحترام والتقدير. ناس يشتغلون في خفاء ويقومون باعمال يعني مجهودات يعني جباره، وخاصنا من باب العرفان اننا نساعدهم في ذاك العمل اللي هو من واجب ديال كلنا كاملين، لان ماشي هو يقتصر على الدور ديالهم هما فقط، حنا كنا مسؤولين على نظافه المدينه وعلى ثقافه النظافه في مجتمعاتنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.